في موضوع آخر، وعلى غرار باقي ولايات الوطن، انطلقت بشكل رسمي حملة التشجير بولاية تيزي وزو، أين كانت قرى دائرة الأربعينات المحطة الأولى باعتبارها المتضررة الكبيرة من الحرائق الأخيرة. أن سيتم غرس على مستوى 41 موقع ما يفوق 4000 شجيرة، وسيمتد البرنامج إلى غاية 20000 شجيرة. صافيا إباردان رصدت التالية. ننطلقوا من المناطق المتضررة اللي عرفت مآساة الحريق شهر أوت. العملية تاع اليوم رايحة تمس أكثر من 4221 شجيرة اللي تم غرسها اليوم، ولكن البرنامج ممتد إلى حين يتعدل 20000 شجيرة اللي تم غرسها. يعني مجموعين لهنا مع كل الفعالين باش نغرسوا الأشجار، تبدأ في اليوم وتنتهي في 21 مارس إن شاء الله. كافيك لاكسيون دي بوفوار بيبليك سو ديفيرونت فورم كو سو سوا soutien au niveau des familles qui ont été touchées par ce drame, que ce soit au niveau du domaine agricole, elle est salutaire et nous espérons qu'elle va perdurer, qu'elle va durer dans le temps. 41 موقع اللي راح يتم غرس فيه ما يفوق 4000 شجيرة، والجديد في هذه السنة أن هناك اتفاقيات أبرمت مع جمعيات محلية وجمعيات القرى اللي راح يتكفلوا بصيانة هذه الشتات.